تخدم الفلوس مش سيارات عراقية على فكرة دول. على فكرة مو مزح. سيارات عراقية دول. عراقية هاي أكيد. عراقية سيارة. معها متفجرات كان. شوف الأخرة هاي. نور طلعوا وين كان. شوفوا شو ما في سيارات أهلنا. شوفوا سيارات مغولة ولا شو. ما في سيارات مغولة. ليه تبغى. تشيل واحد واحد يعني. اسمع بدور على متفجرات على فكرة. شوف كيف الدوار. هذا مش طبيعي. طلع السيارة الورا. هاي ما قعدتني حصلنا. طلع أسلحة. أيوة أسلحة بالشوارع مختطين. هذا مو اللي طلع دي كمان جوا؟ دي طلع من السيارة دي. طلع. ما رون كل حكي كنت شدها دير بالي. كنت قاعدة السيارة مع بعضهم. السيارة دي كنت عشر أشخاص. هاي الفوضى. هاي كنت نركب السيارات. ليش ما خلينا؟ هو هذا ابو الاخر.